احنا هيك اثنين. انا الضمان اللي اعطيه لك كرئيس الهيئه، يعني تقول لي كرئيس تكلم باسم اخواتي واخواني اعضاء الهيئه، كل ما يخوله القانون للهيئه من ضمانات سيطبق. واحد، وهذا بدون مزيد، حتى واحد، هذا واجبنا سنقوم به لاننا نؤمن به. ونهار ما نمنوش فيه نقطعوا بكل وضوح. اثنين، نحن نقوم بهذا الواجب لان القانون يلزمنا به. القانون يلزمنا به. وبالمناسبه العمليه الانتخابيه لا تكون مضمونه الا اذا كان كل واحد احترام القانون. واضح؟ احترام القانون. اذا كان ما احترمش القانون ما عندوش الحق يطالب الاخرين بالضمان. واضح؟ الشيء الثالث، لازم تتأكد ويتأكد الرأي العام كله باللي الهيئة ستتعامل بعد قرار المجلس الدستوري مع من يقبل أو يؤكد ترشيحه نهائي، على أن من يؤكد ترشيحه، يعني هو ترشيحين مقبولين في المجلس الدستوري، ستكون الهيئة على أبعاد متساوية من جميعها. وانا لما اقول الكلام هذا اقصد فيه لك مليح، انا اعرف ما اقول، سنكون على مسافه واحده من جميع المترشحين وفق الاقتصاد اللي عندنا، لانه انا ما نجمش نعطيك ضمانات حاجه لا املكها. واضح؟ انا املك فقط المراقبه بالصلاحيات الموجوده للهيئه. بعض الاخوان يعني من السياسيين قال لك الهيئه هذه خضره فوق شعر وقطعان كما يقولوا. قلت لهم لي ليغوم ملاح لا سونتيم دي فوا لي ليغوم احسن لا سونتيم كو سي بالنسبه لي. و دونك احنا راح نقوموا بوظيفه لي ليغوم. ماشي، اذا كان يعتبرنا دي ليغوم فوق الفوق طعام، دونك احنا راح نقوموا بكل الضمانات التي يمنحها لنا القانون. ان شاء الله راك قال لو سيس بونس، لانه الكارثه راك تسال سؤال ما تعرفش من الواحد يعني. ان شاء الله قال لو سيس بونس راه مليح، يعني لا لو اورجانيك سيس بونس كي اورجانيز لايس. اقراها لي اذا كان باش تسال خارجه نقول لك اسمح لي سنعطي راي العام ونقص معاه بهذه الطريقه. اذا كان تسالني من داخله نطمنك ونطمن الرأي العام باللي جميع صلاحيات اللي فيه سنقوم بها كما يجب.